السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع زينب فقي وأكلة جديدة. النهاردة هنعمل مع بعض كرنب. محشي الكرنب كلنا بنحبه، بس في ناس بتستثقل عمايله يعني وكده، بس لا هو ما يعني زيه زي أي حاجة، بالعكس يمكن يكون أسهل من أي طبخ. الكرنب كمان دلوقتي بالشتاء الموسم بتاعه، كل ما الشتاء بيدخل كل ما بيبقى أحسن وحلو وزي الفل. أول حاجة احنا هنروح، طبعا هقول لكم المكونات وبعد كده هنروح على النار نشوف هنبدأ نعمل ايه. طبعا معايا الخضرة بتاعته هنا، شبت وكزبرة وبقدونس، والكرنباية دي تاخد لها كيلو رز، هحط لها كيلو رز، هحط لها شفشق ونص طماطم بشفشق الخلاط، طبعا يعتبر بحدود كيلو ونص برضو، احط بصلتين بشرهم بالمبشرة، وطبعا احط زيت وسمنة. انا بخلط الاتنين مع بعض في المحشي بيدوا نتيجة حلوة قوي. والتوابل في الاخر هنشوف مع بعض. نسمي الله ونروح على الغاز. اول حاجة هحط زيت ذرة اهو، شوية حلوين، طبعا المحشي عايز شوية كويسين، والسمنة اهي كمان، دي السمنة بلدي بتبقى حلوة قوي في المحشي. طبعا هحط عندي شوية منها سايحين، هنزل شوية عليه، هيسخن هنزل بالبصلة، هضيف البصلة واسيبها بقى من وقت للتاني، بقلبها لغاية ما يبقى لونها ذهبي. لون البصلة بقى ذهبي، هنزل ايه بالطماطم، تمام لسه ايه، طبعا هجيب طماطم تاني عليها، هضيف باقي الطماطم اللي انا ضربتها. طبعا ايه معروف المحشي دايما لازم الطماطم بتاعته تبقى حمرة قوي، نقيها كويس، وطبعا تبقى جامدة مش حمرة وطرية ما بتديش، بيبقى تستها وحش قوي، يعني لو اشترينا طماطم طرية وكده ممكن يطلع فيها بايظ وكده، لا ننقيها حمرة وجامدة كده. ايه هسيبها تغلي هنشوف هنعمل ايه الخطوة الجاية، ماشي لحد ما تتسبك. دلوقتي الطماطم اهي قصرت خالص، قربت تخلص تتسبك، انا هعمل ايه، هحطها على العين الاصغر على راحتها، هدي عليها برضو خالص تتسبك براحتها، واحط على العين الكبيرة دي ايه مية الكرنب، هحط حلة طبعا لازم تبقى كبيرة وعالية وواسعة وفيها مية لحد ما تغلي، هنشوف ايه هنعمل ايه. انا دلوقتي الكرنباية انا مش هقطعها ورقة ورقة، عشان يعني الكرنباية وهي بتبقى فريش كده لما اجي اقطع ورقة ورقة ممكن ورق يتقطع منها ممكن يتكسر، فانا هاخد قلبها كده من هنا وهنشوف ايه هنسلقها ازاي، اطلع قلبها وبتأكد طبعا كده طلعتها اهو، هتأكد كمان ان كله هنا فكك من بعض مفيش ولا واحدة ماسكة في التانية. اهي شايفين قلبها كله طلع، كده بقت عندي ايه كده مفككة، هنشوف هنسلقها ازاي، عشان ايه لو قعدت اقطع ورقة ورقة كده ممكن ورقة تتقطع، بيبقى الورق طبعا فريش وناشف هيتقطع، هنشوف ايه لما المية تغلي بتاعتها هنسلقها ازاي. دلوقتي المية غليت بتاعت الكرنب، احط فيها شوية كمون، يعني اهو رشة كمون، كمان احط ملح، ارش رشة ملح، تمام هقلبها
نشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي هجيب الكرنبايه، اول حاجه بحطها بنزلها كده على وشها عشان من جوه تبقى قلبها الغصون اللي جوه كلها يعني تتسلق كويس، وبعدين هبدا نشوف هنعمل ايه. دلوقتي بعد ما خليتها حاجه بسيطه يعني قد الدقيقتين ببدا ايه اقلبها كده ماشي. اهي عشان بعد كده هبدا اسلك واحده واحده. بسم الله. دلوقتي هبدأ ايه اطلع ورقة ورقة، اهي اللي بره كده خلاص سلقت اهي، احطها في مية عشان بعد شوية اروح بيهم على الحوض اغسلها. اهي شايفين بطلع من اللي بتتسلق بطلعها. حاسة عايزة شوية بخليها سنة كده، بتطلع معانا الورقة سليمة احسن ايه ما اطلعها تتكسر معايا وانا بقطعها وهي نية. تمام. بتطلع معانا كلها. بكل سهولة ما بياخدش وقت كده. التسبيكة كمان خلصت. دلوقتي هنشوف مع بعض هنعمل ايه. حتى لو واحدة بتشتغل وشايفة اني غلبة تيجي من الشغل تعمل كرومب، ممكن مثلا كده بالليل تسبك تبقى تاني يوم بس يدوب مثلا، او حتى وتسلق الكرومب بالمرة يبقى تاني يوم تيجي بس تلفه وتسويه، يعني بيبقى سهل يعني مش عايز كده ما بيغلبهاش قوي غير ما توقف مثلا مرة واحدة تعمله كله. تمام كده هاخده على الحوض واروح ايه اشطفه بمية باردة عشان ما يتهريش. دلوقتي الطماطم خلاص اتسبكت خالص، نشفت اهي، ولازم كده تبقى كده تبقى ناشفة خالص، كل ما نشفت كويس احسن تبقى ايه مش صايصة كده وكويس. حتى ايه هنشفها شوية تاني، عشان انشفها شوية كويس بوطي عليها كده واسيبها على نار هادية تتبخر المية بتاعتها عشان تبقى احسن. طماطم نشفت خالص اهي، طبعا ايه بتبقى احسن زي ما قلنا بتبقاش صايصة بتبقى متسبكة كويس. تمام. اول حاجة اعملها هضيف معلقتين ملح بالمعلقة بتاعت الشاي دي، بس معلقتين كويسين وممكن احتاج تاني يعني هبقى ادوق الخلطة. تمام. هنضيف ايه كمان؟ هنضيف كمون، معلقة كويسة كمون يعني. هنحط فلفل اسود. معلقة فلفل اسود. احط كزبرة ناشفة. معلقة كويس ونص كمان اهي فلفل اسود. نحط نعناع ناشف، لو في اخضر مرات بفرم اخضر، مش اخضر بحط ناشف. احط معلقتين نعناع ناشف كده. تمام. فاضل ايه؟ شوية شطة. نجيب الشطة ونجي احط شوية شطة. طبعا ايه الشطة حسب الرغبة، بس هو دايما يعني ايه المحشي بدون شطة ما بيبقاش يعني ليه تست. ماشي. هنقلبهم كلهم مع بعض. انا ليه بحط التوابل كده الاول؟ عشان ما يبقاش حتة خد التوابل وحتة لا. دلوقتي عندي الخضرة، انا فرمت الخضرة شبت على كزبرة وبقدونس، انزلها كلها واسيب شوية بس منها. تمام. هتاخد تقليبة معايا وبعدين انزل بالرز.
انا غسله الرز وصفيته كويس قوي عشان لما ننزله على صوص الطماطم ما يبقاش عامل ميه وكده. شوفوا التسبيكه حمراء ازاي وحلوه، صفيته كويس قوي. استنيت عليه، ده كيلو رز هقلبه شويه مع بعض ونشوف هنعمل ايه. تسبيكه ما شاء الله، شايفين حمرا ازاي وحلوه. ده المحشي كده بيطلع مية مية، انما لما تكون طماطم قليله وخضره قليله يعني بيبقى ملوش طعم. ماشي، فاضل بقى عندي دقت ملحها على فكره مظبوط الحمد لله، وده بقى شويه الخضره اللي فاضلين في الاخر بحطهم تاني عشان ايه، بيدوا تيست بقى لما يبقوش دبلانين قوي، ما يبقوش دبلو قوي. قديم تقليبه خلاص كده ايه، وهطفي عليها كده. هنروح ايه نحشي ورق الكرنب. بس شايفين تسبيكه زي الفل. دلوقتي جينا لتقطيع الورق، اهو بجيب الورقه كده ماشي، بتنيها كده، وادي التانيه معاه، روح قطعه كده العروق عشان ايه هنفرش بيهم الحله، بنحطهم على وشها مش مشكله. وبروح ايه عامله كده 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 اهي، تبقى معايا بعد كده انا لما اخد احشي كده خلاص، ده المقاس اللي انا عايزاه، صغير وحلو زي الفل. نعمل كمان هم ورقتين، دي واحده ودي واحده برضو. شايفين هاتشي بقى قطعته، دلوقتي نشوف مع بعض هنعمل ايه. دلوقتي نفس الحلة اللي انا سبكت فيها هعمل فيها الكرنب. عندي الغصون الخضرة يعني ايه، بيبقوا طبعا انا غسلهم ونضاف، بفرشهم في الارض بيدوا تيست برضو، وبفرش كمان الغصون الملفوف الكرنب يعني. لازم كلمة ايه يعني احنا في لبنان بنقول عليه ملفوف، فعشان كده ايه بمرات يعني طبعا يعني لازم تطلع حاجة كده. تمام كده ايه، وهبدأ احشي وارص فيها دلوقتي. دلوقتي هنسمي الله ونبدأ لف اهو، نعمل كده، بقطع طالما خلصت واحدة بقطع وبكمل تاني. طبعا ايه مش معنى ان هو مش مقفول من الجناب هينزل رز، انا عارفة احنا هنا في مصر كلنا بنعمله كده، بس في لبنان بيتقفل من الجناب بس، لأ ما ايه، وبتبقى الخلطة طبعا مختلفة، بس مش بنزل رز. شايفين هخلص وارجع لكم. دلوقتي خلاص لفيت الكرنب كله اهو، يعني زي ما قلت هي تاخد كيلو، فاض حبة صغيرين من شوية الرز. طبعا ايه بنخليهم برضو ايه نلف بيهم اي حاجة، نحشي بيهم شوية كوسة او بتنجان، مش حاجة بتترمي. ماشي، نسمي الله ونروح على النار بقى نسقيه. بحط شوية الغصون اللي باقيين مني على الوش منه، يعني طبعا ايه بيحفظوهم عشان ايه ما يفكوش، فيش حاجة تفك. دي حاجة. الحاجة التانية انا الشوربة بتغلي اهي، هحطها على النار وهسقي. طبعا ما بكترش المية، وحاطة طماطم في المية طبعا زي ما انتوا شايفين هي محمرة، وهحط طبق عليها واغطيها، تاخد لها غلوة حلوة. بعديها ما فيش يعني تلت ساعة بالكتير قوي بيكون خلص بعد ما تغلي، مكترش مية. طبعا مظبطة الملح وكله تمام، يعني فيش حاجة صعبة. الناس اللي بتستصعب المحشي زي ما قلنا لو سبكت بالليل الواحدة، يعني انا كده هو جيت من الشغل وسبكت وسلقت كله واتعمل، لو واحدة مثلا مستتقلة تسبك بالليل تاني يوم وتسلق الكرنب كله، تاني يوم
يا تحشيه بالليل برضو ويبقى جاهز على التسوية، أو تحشي تاني يوم يبقى أمره سهل، ويبقى إيه مفيش حد بقى محروم من حاجة. أنا هحط الطبق عليها وهغطيها، تاخد غلوة، وبعدين إيه هروح إيه موطية عليه. نجيب غطاكي فين؟ بسم الله. انا غطيتها، اول ما تغلي هوطي النار عليها. وادي المحشي ما شاء الله، بعد ما خلص معانا الكروم اهو، اللهم بارك. طبعا ايه هنشيل الغطا، نشيل الطبق منه ما شاء الله. تمام، شلت انا الغصون اللي انا كنت حطاهم على الوش لما كنت سقيته اهو. دلوقتي ايه هقلبها كلها. بسم الله. اللهم بارك. شوية محشي ما شاء الله ما شاء الله، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. ندوق التست. اللهم بارك. مفلفل وحلو. اهو شايفين، شايفين اللون قد ايه حلو؟ مش محشي بقى مفهوش خضرة ولونه ابيض، شايفين ما شاء الله. مفلفل زي الفل. مجرد ما غلي وطيت عليه النار تلت ساعة بالظبط وطفيت عليه، وطالع زي الفل. تسوية زي ما فيش احسن من كده. احلى شوية محشي كروم. يلا تشطروا واعملوهم بألف هنا وشفا وزي الفل. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، واستنونا مع زينب فقي وأكلة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.